ابني بيقعد معظمه قدام التلفزيون، قدام قنوات الرياضة كلها، ولادي كلهم احيانا حتى من اول من اكبرهم من اصغرهم. حوالي 60% من اليوم او 50% من اليوم يعني من الموبايل، التلفزيون، زي كل الناس دلوقتي يعني، هو تقريبا كل الناس كده دلوقتي. فترة كبيرة قوي نسيوا المدارس كمان، التلفزيون والقنوات الهندي نسيوا المدارس خالص. ابني بيقعد يعني حوالي بتاع نص ساعة أو ساعة، والتلفزيون ما بيقعدوش عليه لأن ما عنديش تلفزيون. لأن هو بيجي من شغله تعبان، لو هيتكلم كلمتين في التليفون أو هيلعب لعبة وبينام، ما عندوش وقت. اللي بيلعب على التليفون هو اللي بيبقى فاضي. الفراغ اللي حاليا اللي هو يعني عدم الشغل وما فيش اي حاجه، فبيقعد على الكمبيوتر او على التليفون. الموبايل ما يقعدوش كتير امام الموبايل، بس التلفزيون بيقعدوا من 4 ساعات لخمس ساعات يوميا. كل يوم ما بيتفرجش على التلفزيون او الموبايل، يعني ما لا يقرب عن 8 9 ساعات كل يوم. موبايل 24 ساعه. التلفزيون او اسهل سيئات الدراما والحاجات دي كلها بس يعني. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا في التقرير، طبعا كل الأطفال تقريبا دلوقتي بقوا مدمنين الموبايل، التابلت، الإنترنت بشكل عام، التلفزيون، قنوات الأغاني، الكرتون، حتى الجيمز الإلكترونيكس، كل الحاجات دي الأطفال دلوقتي بقوا ما يقدروش يستغنوا عنها، بيقضوا فيها ساعات طويلة جدا من اليوم. ده كويس ولا لأ؟ إيه الأضرار اللي ممكن تحصل للطفل من وراء إدمان الإلكترونيكس؟ ده اللي هنتكلم عليه مع ضيفنا اللي منورنا النهارده، دكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. يا دكتور اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير يا مهدي. صباح الخير يا دكتور، بتنورنا دايما. يمكن ادمان الموبايلز والشاشات ما بقاش للصغيرين بس، للكبار كمان، ولكن خلينا نتكلم النهارده على موضوع الاطفال او الابناء تحديدا، وخلينا نقول برضو ان الاهل كانوا بيشجعوا ده جدا عند الاطفال، لان هو عنده 4 سنين معاه التابلت بتاعته، معاه الموبايل بتاعه، بيحسوا ان هو بيتلهوا في حاجه، يعني الاباء والامهات بيتلهوا في حاجه. ايه اضرار الموضوع ده؟ هو اول حاجه الوسائل الالكترونيه الحديثه دي معموله علشان تبقى ادمانيه، يعني اللي بيصممها علشان الناس تدمنها، مش هو قصد ناس تدمنها، هو قصد يكسب طبعا، بس هي بتتعمل بحيث انها يكون فيها الحاجات اللي تشد اللي يستخدمها بحيث ما يقدرش يستغنى عنها، فيها انها متجدده، انها سريعه، انها مفاجاه، انها بتحقق للانسان حتى اللي بيتخيله واللي مش قادر يتخيله. فبتشتغل في مركز في المخ اسمه مركز التعزيز اللي بيفرز الدوبامين، هو ده نفس المركز بتاع ادمان المخدرات وبتاع ادمان القمار وبتاع ادمان حاجات كتير جدا. يعني الدوبامين ده بقى عايزين نتكلم على الموضوع. الدوبامين ده خطير جدا. يعني اسمه اتذكر كذا مره واحنا مش فاهمين ايه قوته ده ولا تاثيره ايه بالظبط. هو ده وسيط السعاده عند البشر. انه مثلا اي حاجه بتفاجئك تفرحك ست او راجل الدوبامين، لحظات الحب والرومانسيه يفرز الدوبامين، مش عارف خدت جايزه، خدت مكافاه، عملت حاجه كويسه يفرز الدوبامين، اكلتي اكله حلوه يفرز الدوبامين، حد مش عارف شرب مخدرات يفرز الدوبامين. مش ممكن ناخد حقن ده يعني ونخلص بدل الحقن ناخده وخلاص، بدل ما نستنى نعمل حاجه حلوه. اي حاجه، او سندوتشات، او سندوتشات حط في الميه مثلا. مثلا اوكي. فده وسيط السعاده. هو ده ربنا عامله ليه؟ عامله علشان لما نعمل حاجه كويسه فتسعدنا نعملها تاني. يعني هو معمول لحاجات كويسه، للنجاح، للحظات الاستمتاع، مش عارف ايه، الاكله الحلوه. لكن لو حركناه بقى بحاجه تانيه ممكن تبقى مشكله، بنقع في الفخ بتاعها. ليه؟ المخ بيطلب ده تاني، ان المخ عايز سعاده، فلما يتعرض لاي حاجه تزود من افراز الدوبامين يبقى عايزها تاني وتالت وده وألف. بينطبق على الاطفال الصغيرين حتى جدا، حتى لو هيدمر نفسه. طبعا الاطفال الصغيرين اكتر بقى، لان الطفل الصغير عايش على مبدا اللذه، يعني ايه الحاجه اللي تبسطه، الحاجه اللي يستمتع بيها، الحاجه اللي بيحبها. الكبير شويه بيشبط في مبدا الواقع، طب ده يفيدني ولا يضرني، يمكن يفكر. ولو ان في ناس كبار برضو بيستمروا على مبدا اللذه زي ما هم كده، يعني ايه يشوف اللي يبسطه واللي يحبه بصرف النظر فيه، غير سيطرة على اي حاجه بالظبط كده. فالطفل الصغير لسه ما فيش عنده السيطره، فبيندافع اندفاع شديده جدا ناحيه الحاجه اللي بتسليه.
فلما بيقعد بقى على 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 الجيمز او او يقعد على اي حاجه في الموبايل او يقعد قدام شاشه تلفزيون او على ايباد او على مش عارف على ايفون او على اي حاجه بيتشد ليها جامد وبيبقى خلاص ينفصل تماما عن العالم وتلاقيه خلاص حتى ما عادش عايز يتحرك يعني حتى الاطفال اللي عندهم فرط حركه اول ما بيقعد على الحاجات دي تلاقيه قعد وسكن وهدي. طب هل ده معناه ان حضرتك بتنصح بدال اللي عندهم فرط في الحركه؟ لا, لا. ليه بقى؟ لانه هيعمل حاجه ثانيه مشكله بعد كده. يعني افراز الدوبامين المفرط لفترات طويله بيخلي المخ يبدا يعمل ايه؟ يبدا يحاول يقاوم هذا الافراط في افراز الدوبامين فيقوم يقلل من حساسيه المستقبلات بتاعته وبعدين يبدا يعني يقطع في وصلات الخلايا علشان كاننا في كهرباء زايده فعشان الاسلاك ما تتحرقش الاوتوماتيك بيفصل فبيحصل حاجات في المخ زي كده. طب وده انعكاس ازاي على السلوك؟ تدمير خلايا في بعض مراكز المخ فيؤدي الى تداعيات صعبه جدا. تلاقي بقى اللي قاعد الطفل اللي قاعد تلاقيه اولا ما تعرفيش تقوميه بقى بعد كده واذا جيت تقوميه هيعيط ويصرخ ولو كبير شويه هيعند ويكسر وبعدين لا عارف يذاكر لو كان في سن مدرسه ولا قابل اي اوامر ولا قابل اي توجيهات ولا اي حاجه. الحاله المزاجيه مضطربه جدا عنيد جدا بيبقى في زي سيطره على المخ من الاجهزه دي بتسيطر على المخ. طبعا طبعا. وبعدين بقى في حاله اعياء شديد بعد ما يخلص في حاله اعياء شديد. الاخطر بقى من كده انه حالات كتير تيجي للعيادات النفسيه متشخصه على انها توحد او اوتيزم. الطفل قاعد منعزل تماما ما بيتكلمش مع حد وحتى اللغه بتاعته بتتاخر يعني بقى عنده 3 4 سنين ولسه ما اتكلمش او بيتكلم بس كلمتين. عينيه شارده كده كانه بيبص في الفراغ. ما بيلعبش مع اطفال ولا يعرف يلعب مع اطفال. بيتحرك حركات غريبه بيتكلم حتى بطريقه غريبه لو اتكلم كلمات ساعات يتكلم لغه عربيه فصحى لو كان قاعد قدام كرتون او قاعد قدام قنوات اطفال. اصبح روبوت بالظبط كده. فبيتشخص ساعات في بعض العيادات انه عنده اوتيزم او توحد. نكتشف ان الام استسهلت وسابته قدام قناه تلفزيونيه في قنوات بعينها كده. الامهات يبقوا مطمنين تقول القناه حلوه وبتقدم صحيح فعلا القنوات دي في بعضها بيقدم حاجات حلوه جدا بس سابته مثلا 8 ساعات 10 ساعات وهي بقى اما انها قاعده على الفيسبوك هي كمان او انها بتتكلم مع صاحبتها او انها مشغوله بتعمل حاجه او بتذاكر عشان تخش امتحان او بتعمل اي حاجه فهي بتطمن ان الولد في ايد امينه. أيوة. قدام قناه كويسه ونظيفه والحاجات متاكده ان المحتوى بتاعها كويس. بعد شويه الطفل ده خلاص ما بقاش وشه كده زي الشمع عينيه زي الازاز. طب الطفل اللي من النوع ده واللي وصل للمرحله دي يعني عايزين نبدا مع الاطفال من وهم صغيرين ازاي نتجنب ان هم يوصلوا للمرحله دي وفي نفس الوقت اكيد مش هنقدر نحرمهم من ان هم يلعبوا يعني الكترونكس وفي نفس الوقت ولو وصل للمرحله دي نتعامل معاه ازاي؟ شوف بقى هم اتحطت قواعد عشان نبقى في الامان من ناحيه التعامل مع الوسائل الالكترونيه. الوسائل الالكترونيه دي شيء حتمي في الحياه يعني ما عادش الحياه تمشي من غيرها دلوقتي يعني. ف قالوا ان الطفل اللي اقل من سنتين ما يقعدش قدام حاجه من دي. طبعا الناس بتبقى فرحانه جدا ان طفل عنده سنه ونص وماسك الموبايل او التابلت وصباعه صغنطوطه حلوه كده وقاعده تلعب في ويقلب في الصفحات زي مامته ولا زي باباه فبنبقى فرحانين وانه قاعد وبيدخل على اليوتيوب وبيجيب الحاجات اللي هو بيحبها فبنبقى فرحانين هيطلع ما شاء الله ده جينيوس ايه ده الحلاوه دي فقالوا ان الطفل تحت سنتين ده بلاش خالص بلاش خالص. طيب لو قاعدين قدام التلفزيون مثلا بناكل في الليفنج او في المطبخ او في اي حته وهو قاعد معانا بس هو قاعد معانا يعني احنا بنتفرج مثلا على التلفزيون وهو قاعد معانا فمشغول معانا بيتكلم شويه ويبص شويه واحنا بنبص شويه ونتكلم شويه وناكل شويه دي مش مشكله لكن يتساب لوحده ده كل الكلام ده قبل سنتين كل ده قبل سنتين قبل سنتين يبقى قبل سنتين يمنع خالص. طب بعد سنتين قالوا بقى يعني السن مثلا بعد سنتين لحد 8 سنين كده ده ما يزيدش ابدا عن ساعتين. وقالوا كمان حاجه مهمه ما يكونش برضو الساعتين لوحده تكون مامته قاعده معاه
او ابوه قاعد معاه او حد قاعد حد كبير قاعد يعني معاه يعني في تواصل انساني. ايوه غير كده. الاله يعني غير ان هو قاعد ده التلفزيون والتابلت في نفس الوقت اي حاجه ده او ده اي الكترونكس هو عايز يتفرج على جيمز او مامته قاعده الله شايف مش عارف ايه شايف القطه بتعمل ايه شايف مش عارف اعمل ايه يعني يبقى في زي تشتيت من وقت للتاني علشان ايوه يبقى في تواصل حي تمام. ليه لانه قالوا انه المخ البشري محتاج التواصل الحي تواصل بشري حد من لحم ودم يتفاعل وياه لكن التواصل الالكتروني ده لوحده ضار جدا بالطفل وبالمناسبه بقى يعني اقول لك ايه ده هيدي للطفل معلومات وهيدي له ويوسع افاقه للاسف الشديد عادي حد قدام اي حاجه من دي ساعات طويله وشوفي المحتوى اللي عنده لا يوصل له لا تلاقي لا معلومات ولا خبرات ولا اي حاجه خالص برغم جوجل سيرش وان في مقالات عن كل حاجه انت عايز تعرفها يعني لا 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 ما بيحصلش ده عند الطفل خالص ده بالنسبه للطفل بالنسبه للطفل امتى ابتدي اخلي يعني اي انتروديوس هيم يعني امتى ابتدي اخليه يتعامل مع التابلتس دي او الجادجتس دي الاجهزه دي من بامان بقى وانه يقعد ساعات طويله من غير ما تاثر عليه نفسيا لا ساعات طويله لا هو ساعات طويلة دي مش أمان حتى للكبار فعلا يعني حتى لو بدأ مثلا من سن 14 سنة يتعامل مع الأجهزة دي ما سيبوش يقعد كتير هو يعني فوق سن 14 سنة كده أو 15 سنة يعني أي تجاوز لوقت 3 ساعات قدام الشاشات ضر بس حضرتك بتتكلم على حاجه تقريبا ما بتحصلش يعني ده من هم صغيرين معاهم التابلتس حتى لو بيلعبوا رياضه في النادي تلاقيهم التابلتس معاهم بيقعدوا يلعبوا برضو عليها جيمز او هو ده عزلهم خالص عن الحياه يعني الجيل اللي طلع على الحاجات دي ما بقاش حتى يقدر يحس بالطبيعه يعني لقوا انه الاجيال اللي طلعت ما عادش يعني يحس بمنظر السماء منظر ما يستمتعش بده منظر البحر خالص يعني حتى تلاقي حتى هو قاعد على البحر مثلا في الـ في الـ في الـ بيصيف او رايح في اي حته بيتفسح هو كل الدنيا دي حواليه وهو بيبص في الشاشه بالظبط او بيرفض ينزل من اوضته مثلا لا انا هقعد هنا العب يعني هو حتى ممكن يرفض طب اللي بيوصل للمرحله دي وخصوصا لما بقى بيبقى كبر شويه 7-8 سنين خلاص بقى عنده شخصيته بقى بيعرف يعبر ازاي نقدر نرجعه مره ثانيه احنا الاول ما نستناش لحد ما يبقى في السن ده يعني بنعوده على انه هو يظبط الوقت ده يعني احنا بنديه للطفل شويه بيلعب بيه ماسك الموبايل بتاعنا وبيلعب بيتفرج على فيديو جيمز او على يوتيوب بيفتح حاجات بتاعت اطفال نسيبه يتفرج شويه وبعد شويه يلا خلاص بقى حماده كده ايه كفايه كده عشان عينيك ما توجعكش هو طبعا ما يعرفش بقى الكلام اللي قاعدين نقوله كده كله مش لازمه عنده ايوه بالظبط لكن على الاقل يوصلوا عشان عينيك ما توجعكش وبعدين ناخده منه جه بعد كده مثلا عايز يطلب لا شويه كده احنا بنستريح شويه وبعدين تقوم بقى ايه اعمل بقى الهوم ورك بتاعك ولا الواجب بتاعك ولما تخلص هديهولك شويه ياخده شويه مثلا 10 دقائق ربع ساعه نص حسب سنه بقى بعد خلاص بقى كده فيتعود من السن الصغير ان الحاجه دي بنشوفها بنظام بس لازم بقى هنا الام والاب هما كمان بيعملوا كده لكن هو شايف ماما مثلا قاعده طول الوقت قدام الشاشه وتقول له لا احسن هيوجع عينيك طب ما هو عينيك مالها يعني طب ما انت عينيك زي الفل بالظبط كده فلازم هي كمان تعمل الظبط ده او الناس اللي في البيت الكبار يعملوا الظبط ده لو طلعناه على كده هيبقى سهل الحكايه لما يكبر استنينا بقى لما يبقى 8 سنين 10 سنين 12 سنه الطفل بيبقى في الوقت ده عنيد وممكن يبقى عنيف وعنفه هيأذي فبيبقى الحكايه اصعب شويه بس برضه لازم ننظمها ليه؟ لو وقع في دايره الادمان بتاعته هتلاقي بقى الحالات كتير بقى دلوقتي تشوفيها ما عادش عايز يروح المدرسه ما عادش عايز يروح دروس ما عادش قادر يذاكر مش لو بيلعب رياضه مش عايز يلعب مش عايز يلعب رياضه صحي طول الليل مفصول خالص عنك كل الكلام اللي بتقوليه ما بيوصلش كان في سدادات لانه مستقبلاته ما بقتش جاهزه للتواصل البشري الطبيعي طب دي حاله مستعصيه لو وصلت للمرحله دي نعالجها ازاي زي الادمان بقى نعالج ازاي اذا الاب والام عندهم الحكمه الكافيه وياخدوه كده بالسياسه وهننظم ونعمل ونتفق ان احنا مثلا هنشوف الحاجه ديت ساعه او ساعتين في اليوم وفي نهايه الاسبوع مثلا خميس او جمعه نبرح لك الحكايه شويه تبقى 3 ساعات فيبقى في كده ايه وحاسس ان في تفاوض حاسس ان في عقل بيتكلم في منطق بيتكلم فيقوم يقبل ده وقصاد ده لكن بقى المنع إيه؟ تماما مش مطلوب المنع تماما ما الطفل بقى ما تمنعي تماما بيزرجن ويعند والمراهق يبقى عنف المراهق يبقى عنيف وممكن يعني يتوقف عن اي نشاط
لا فاحنا بنقول ايه هننظمها عشان ما يحسش ان احنا ايه يعني واخدينها بالنسبه له مساله تحدي. لا لكن احنا ممكن نثق في مسؤوليته باحساسه بالمسؤوليه، يعني انا ممكن اسيب معاه الموبايل واقول له بس انت مش هتستعمله الا كذا، يعني ده ممكن انا اثق هنا يبقى في ثقه ولا لا؟ هو الالكترونكس مسيطره عليه تماما. هي مسيطره لان زي ما بقول لك هي الحاجات دي معموله حتى تكون ادمانيه. يعني في ناس قاعده كده بيعملوا كده برين ستورمنج في الشركات الكبيره عشان يقول لك ازاي اقدر اشد انتباه الناس طول الوقت. وكل ما يعمل ده بنجاح كل ما بتبقى استثماراته اعلى ومكاسبه اعلى. وبيجتذبوا لده العباقره في الالكترونيات وفي الصناعات وفي كل حاجه. فتعذري الطفل او المراهق ان هو ادمن. تتوقع ان الظاهره دي هتستمر ولا هي فتره وهتندثر؟ لا هتستمر. وهم دلوقتي في يعني في العالم كله واقعين في الورطه دي طبعا، وعايزين يشوفوا مخارج ليها. بس للاسف الشديد احنا بس عشان حياتنا يعني ايه مش منظمه قوي وفيها فراغات كتير، فالحاجات دي بتسرح في الفراغات وفي عدم النظام. لكن المجتمعات اللي هي اكثر تنظيما شويه تعرف تتحكم في نفسها، له وقت هيعمل فيه شغل وفيه وقت في وقت رياضه في وقت نادي في وقت مذاكره. طيب احنا حاولنا بقى وتفاوضنا ومش عارف ايه وادينا له الثقه ان هو يسيطر، ما قدرش يسيطر، قلنا له طب نساعدك في السيطره، نسحب الموبايل مثلا بالليل لانه في اولاد طول الليل الموبايل معاه فما ينامش طول الليل، صح، ما يقدرش يروح مدرسه ولا يقدر يعمل اي حاجه، ويصبح الصبح مزاجه وحش وقرفان ومكتئب. طيب فناخد منه الموبايل بالليل نقول له عشان ترتاح، يعني من الساعه 10 كده احنا ايه الموبايل اتعان في حته اهوت ونقفل عليه ومش معايا انا، عشان يقول لك تفتحي الموبايل بقى بالليل وتشوفي اسراري. لا هنحطه في باسورد وفي ليهم طرق كتير مثلا، اعمل له باسورد وما اعرفهاش، بس نخليه بالليل معانا من الساعه 10 كده. والبنات نفس الحكايه. طيب قدر على السيطره دي والتحكم ده كويس، ونكافئه كل ما يسيطر نكافئه. وبعدين نبدا بقى ايه الفراغ اللي هيفضل من الحاجه، لان هو اللي اتعود على ادمان الحكايه دي اول ما تشيليه منه مش عارف يعمل ايه، صحيح، فقاعد في حاله ملل وزهق شديد جدا، صح. فنبدا نحاول نساعد ان هو ايه يملى الفراغات دي، هاخده بقى يروح نادي، يلعب سباحه، يلعب كوره، يلعب اي حاجه، نخرج نتفسح، مش عارف نروح ده احنا كده اللي بنتعاقب مش هم. بالظبط كده. طب ما عرفناش بقى كل ده وفشل، والولد معاند وعنيف ومش عارف ايه وكلام من حالات بتحتاج فعلا لعلاج متخصص زي ادمان المخدرات بالظبط. انا كنت سامع الباشمهندس ورانا قبل ما نبدا يقول لك ان حتى في مجموعات المساعده الذاتيه سيلف هيلب جروبس اللي هي نفسها بتاعه الادمان. ايوه بيجتمعوا الاباء والامهات اللي عندهم اطفال عندهم مشاكل في مجموعات بيعلن عنها في كل المدن ومواعيد محدده، ويقعدوا بقى يقولوا خبراتهم هم ازاي قدروا يسيطروا على اولادهم في الحكايه دي، او المراهقين او الاطفال يجمعوهم برضو في مجموعات كده ويقعدوا يناقشوا طب نعمل ايه في الحكايه دي، تبقى زي مساعده مجتمعيه. تمام. شكرا يا دكتور نورتنا. دكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا دكتور. صباح الورد. مشاهدينا هنسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا الحواريه في صباح الورد، خليكم معانا.